وقف مجلس النواب دقيقة صمت وقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء الفلسطينيين والأردنيين والعرب في ذكرى نكبة فلسطين. تناظروا واستشهدوا فداء لفلسطين شهداء الأمة العربية. وفي بداية الجلسة قال رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل سرور: صادف اليوم الذكرى 65 للنكبة والنسف الفلسطيني، حيث حي سرور الشعب الصامد والمرابط على الأرض الفلسطينية. في القانون اسمحوا لي لأقول بأنه يصادف اليوم ذكرى النكبة والذكرى 65 على النسف الفلسطيني، هذا النسف الذي يؤلمنا في مشارق الوطن العربي ومغاربه، ويؤلمنا من القلب إلى الوريد، من النهر إلى البحر. مثل هذا اليوم عام 1948 تجرعت الأمة جمعاء كأس المؤامرة المرير، ونزفت من جوارحها دما زكيا ما زال ينزف من الأفئدة التي بقيت فيها حرارة، ومن الأدمغة الذي ظل فيها ضمير حي. لم يكتفي هذا العدوان أيها الإخوة والأخوات باحتلال فلسطين التاريخية، فما زال حتى اليوم وسيبقى طامعا في أمتنا وأرضنا ورفاهنا وقوتنا وكرامتنا وحاضرنا ومستقبلنا. ولأن فلسطين معشوقتنا جميعا وساكن جوارحنا ووجداننا القومي، فإننا نعلن باسمكم جميعا تمسكنا بالحق الشرعي للشعب الفلسطيني الذي ندعمه ونؤيده ونعمل كل ما بوسعنا من أجله ومن أجل نيل حقوقه المشروعة. باسمكم أيضا زملائي الأكارم نحيي شعبنا الصامد المرابط على الأرض الفلسطينية رغم تعنت وظلم الاحتلال الإسرائيلي على الإنسان والأرض والمؤسسات، والسلام عليكم. مجلس النواب أقر خلال جلسة قانون الكسب غير المشروع من أين لك هذا، الذي يعد أول قوانين الإصلاح المدرجة على جدول أعماله خلال الدورة المنعقدة. سأصوت على القانون بمجمل وأرجوكم التصويت الإلكتروني بعد التعديلات. من مع القانون بمجمل بالتصويت الإلكتروني؟ بالتصويت الإلكتروني. إذن ويقر القانون بمجمله ب68 صوت. شكرا لكم. المجلس قرر أن تسري أحكام القانون على كل من شغل أو يشغل مناصب رئيس الوزراء والوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء مجلس النواب، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاء، محافظ البنك المركزي ونوابه، رئيس وأمين عام الديوان الملكي، رؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء مجالس إداراتها، إضافة إلى عدد من الوظائف الرسمية. وكان جلالة الملك عبد الله الثاني وجه مجلس الأمة في خطاب العرش السامي بافتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة 17 في 10 شباط الماضي بإنجاز هذا القانون، إلى جانب حزمة من التشريعات بشكل يستجيب إلى طموحات المواطنين. زملاء أرفع الجلسة، شكرا لكم جميعا.